مساء الخير، كيف كنش الأخبار؟ طبعا فقنا وضلينا نفكر ساعة شو بدنا نفطر. آخر شيء هذا فطوري الجميل، هذا فطور سارة، هذا عصيرنا. طبعا كل ما أجيب عصير أنا بتخلص في نصه، بس إنه عبدو على الفاضي يعني. آخر شيء بتلي مش طيب، كن شفطت نصه وأنا بعض بيها بيكي. هم حندوق هاي شكلها كتير طيبة. أوف طيبة؟ لا ليه؟ اللي عندك أطيب. أوكي. ما حبيتها، تحسيها فيها طعمة هيك شي معفن. صدوق؟ هندوقة؟ فجالك ماتك. نار، جو نار. عن جد